جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس مختلف، درس جديد عن طريقة الإجابة عن أسئلة الامتحان الشفهي لنصف السنة للصف الرابع ابتدائي. مثل ما تشوفون عندنا نموذج من نماذج القصاصات، شلون راح تجيكم الأسئلة عن هاي القصاصات وشلون راح تجاوبون عن هذا الامتحان وتاخذون إن شاء الله الدرجة الكاملة. طبعا بالنسبة لامتحان صف الرابع راح يكون مقسومين إلى امتحان شفهي وامتحان تحريري. الامتحان التحريري عبارة عن أسئلة، نموذج أسئلة يجاوب عليها بالدفتر، أما الامتحان الشفهي راح يكون عبارة عن قصاصات، مجموعة من الأسئلة ويجاوب عليها بالشكل الصحيح. مثل ما تشوفون عندنا القصاصة مقسومة إلى ثلاث أقسام، تمام؟ القسم الأول اللي هو قسم الإصغاء، القسم الثاني اللي هو قسم التحدث، القسم الثالث اللي هو قسم القراءة. بالنسبة للإصغاء راح يكون عندك مثلا مقطع صوتي عالية ثلاث درجات، يقول لنا listen the school shop، listen the school shop، عندنا مقطع صوتي راح تسمع له ويسألك المعلم مجموعة من الأسئلة حول هذا المقطع الصوتي. مثل ما تشوفون راح يكون عندكم السؤال حول هذه، عندك التوب والميدل والبوتم. سبق وان اخذت هذا الدرس، اذا ما فاهمين هذا الدرس تقدرون ترجعون لقائمة التشغيل الخاصة بالصف الرابع ابتدائي، راح تلقون هذا الدرس مشروح به وايضا موجود المقطع الصوتي. عندنا السؤال الثاني اللي هو حول speaking التحدث، عندك مجموعة من الاسئلة. السؤال الاول يقول لك What's the weather like in Iraq؟ شلون الجو بالعراق؟ ال weather in Iraq hot and dry، حار وجاف. يقول لنا what time is it؟ what time is it؟ يعني يريدك تقرأ هذا الوقت. ايش قد هذا؟ 3:30، 3:30 يعني 3:30. question 3 السؤال الثالث whose ruler are these؟ لمن هاي المنصرة؟ فقط تجاوب، لازم تفهم السؤال. whose ruler are these؟ لمن هاي المنصرة؟ فقط تذكر اي اسم، مثلا خلينا نقول احمد رولر، اوكي؟ مصرة أحمد. سؤال أخير What's your name؟ شنو اسمك؟ مثل My name is Omar، My name is أحمد، شنو اسمك؟ تذكر اسمك هنا. فتكون الأسئلة عندكم بهذا الشكل حول الكتاب، تكون متنوعة ما بين وقت، اسم، طقس إلى آخره. عندك الفرع الثالث من هاي الأسئلة راح يكون اللي هو الريدينج، القراءة، عليه طبعا 3 درجات، هذا عليه 4 درجات، 3 درجات، تمام؟ فالتوتل راح يكون عندنا 10 درجات الشفهي. عندك page 24 صفحة 24 from unit 2 and from Iraq، يريدك تقرأ هذه، يريدك تقرأ هذه القطعة. مثلا Hi Sam، My name is Adil، Hello Adil، Where are you from؟ I'm from Iraq، I live in Baghdad. What about you? I'm from England. I live in London. أعيش في لندن. فقط تقرأ لها القطعة تأخذ 3 درجات. هذا أول نموذج من نماذج القصاصات الشفهية. هسه راح أكمل عليهن، لكن راح أشرحهن بسرعة البقية حتى ما نأخذ وقت بيهن طويل. هسه عرفنا تقسيم القصاصة شلون يكون، الدرجات مالتها، الأسئلة مالتها، شنو التفاصيل اللي تخص كل سؤال. ننتقل للقصاصة اللي بعدها. عندنا هنا يقول لنا listen page 34، عندك صفحة 34 الدرس السابع. تسمع أيضا راح يشغل لك المقطع الصوتي ويسألك مجموعة من الأسئلة حول هاي القطعة. عندك الأسئلة اللي هي تخص speaking، what's your name؟ شنو اسمك؟ مثلا my name is Omar. When is your birthday؟ وقت عيد ميلادك؟ مثلا 9th of November، 9 من شهر نوفمبر. Where are you from؟ من وين انت؟ I'm from Iraq. Is Adil from Iraq؟ Yes he is. عندك الريدينج، قطعة الريدينج صفحة 36 unit 2 للستوري، القصة، تمام؟ هاي بخصوص هاي القصاصة.
قصص وأخرى عندنا أيضا listening comprehension للصغار ثلاث درجات عالية. page A صفحة 8 اللي هي our playground اللي هي ساحة اللي هتسمع المقطع الصوتي وأيضا يسألك حوله. عندك ال speaking التحدث. how old are you؟ إيش قد عمرك؟ I'm 9. I'm 8. what language do you speak؟ يا لغة تحدث. I speak Arabic. سؤال ثالث. do you like play roundabout؟ هل تحب تلعب لعبة دوران؟ راح أجاوب إما yes أو no. yes I like it أو I like play roundabout أو no I don't like it أو no I don't like play roundabout. آخر سؤال. what's your name؟ شنو اسمك؟ my name is Omar. my name is Ahmed. إلى آخره. عندك سؤال قراءة اللي هي راح تقرأ من عنده. page 38 صفحة 38 unit 3 اليونت الثالث. عندنا school open day يوم الافتتاح المدرسي. تمام. راح يكون المجموع 10 درجات. عندنا ايضا قصص اضافية. listening comprehension 3 mark. عندنا listening page 14 صفحة 14. what's the difference؟ شنو الاختلاف؟ راح تسمع المقطع الصوتي. عندنا speaking تحدث. سؤال أول. what's your name؟ من اسمك؟ where are you from؟ من وين أنت؟ I'm from Iraq. do you like orange juice؟ an orange juice؟ yes I like it or no I don't like it. عندنا سؤال رابع. are Pedro and Alex from Brazil؟ هل Pedro و Alex من البرازيل؟ راح أجاوب على هذا السؤال. هاي عندنا we are Pedro and Alex, we are from Brazil. then yes they are. نقول yes they are أو yes they are from Brazil. عندنا السؤال الثالث reading اللي هو القراءة. 3 marks 3 درجات. عندنا page 15 صفحة 15 from unit 1 من الوحدة الأولى. عندنا bigger and smaller. راح تكون عندكم هاي قراءة bigger and smaller. راح تقروها. شوف المعلم قيم قراءتكم. إذا قراءتكم صحيحة راح تأخذ 3 درجات كاملة على هذا السؤال. هاي أيضا قصص إضافية من 10 درجات. هذه كلها نماذج عن ما ممكن يجيكم بالامتحان الشفهي. أخذت عنكم قصاصة شرحت عنهن. راح أترك لكم باقي القصاصات والملف هذا موجود على قناة التليجرام. تقدرون تحملون هذه القصاصات تقرون الأسئلة وتشوفون شنو ممكن يجيكم وأيضا حتى تعلمون الحل الصحيح الحين. أتمنى تستفادون منهن. هذا كل ما عندنا درسنا هذا اليوم. أتمنى تكونوا استفاديتوا. نهاية الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل الزر وضغط زر لايك دعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.